إحنا موجودات، موجودات في القطاعات كلها، في العمل المجتمعي والصحي والتعليمي وكمان المهني والمالي والحقوقي وريادة الأعمال، وموجودين بالاتصالات والتكنولوجيا وبكل المجالات. مع ذلك تعمل معظم النساء في القطاعات التقليدية، و73% منهن يعملن في قطاع الخدمات. وبالنسبة لامتلاك المنشآت الاقتصادية، وصلت نسبة النساء إلى 9% مقابل 91% من الرجال. أما بخصوص العاملات في القطاع الحكومي، بلغت نسبة الحاصلات على درجة مدير فأعلى 14% مقابل 86% للرجال. ولتعزيز مشاركة المرأة بكافة المجالات وتقلدها للمناصب القيادية، لابد من تطبيق العمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، نشر المعلومات المتعلقة بإجراءات التعيين والترقية، الشفافية والنزاهة في إجراءات التعيين في الفئات العليا، تبني الحكومة لسياسة وإجراءات تعزز وتمكن النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار، تعديل القوانين لضمان حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي والنص على عقوبة التمييز في حال وجد، التمييز الإيجابي للمرأة في الحصول على فرص الابتعاث والتدريب والمهمات.